Gagawa tayo ng isang video vlog ngayon. Kasama natin ang kaibigan ko na Saudi. Siya ay isang imam sa masjid. Siya si Hasan Al Hamami. Ya Mr. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. أوصيكم أخواني في المسلمين في جميع أصقاع الأرض، أوصيكم بالصلاة. الصلاة الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أوصيكم بالمحافظة على الصلاة، أوصيكم بأن تتزودوا من هذه الدنيا بالصلاة والأعمال الصالحة والحج والعمرة والصدقة، فإن هذه الأعمال ستنفعكم، وهذه الدنيا دار زائلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالمحافظة على الصلاة، أوصيكم بأعمال الخير، وأوصيكم بأن تخرجون من هذه الدنيا بالعمل الصالح، وأن تدعون الله، وأن تقومون صلاة الليل. صلاة الليل عظيمة وأجرها عظيم، حتى لو صليت ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات في الليل أجرها عظيم، وصلاة الليل تريح القلب وتدر لصاحبها الرزق وتدفع عنه البلاء وتدفع عنه الشر. صلاة الليل عظيمة، صلاة الليل والناس نيام، عظيمة عظيمة عظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.